كثر في هذه الأيام ما يسمى بطفل الأنابيب، فما حكم الشرع فيه؟ أطفال الأنابيب هم الذين تخلقوا بطريق غير طريق الاتصال الجنسي المباشر بين الذكر والأنثى، ويسمى بالتلقيح الصناعي الذي أجريت تجربته الأولى على يد طبيب إنجليزي بين الآدميين 1799 ميلادية. وحكم الشرع في هذه العملية أنها إذا تمت بين الزوج وزوجته، أي بين مائه وبويضتها، وكان التلقيح في رحمها مباشرة أو في أنبوبة خارجية ثم نقل إلى رحمها لاستكمال نموه، لا مانع منها، مع التنبيه على الحيطة والحذر عند القيام بهذه العملية في الأنبوبة أو الحقنة أو غيرهما، حتى لا يكون هناك اختلاط بمادة أجنبية عن الزوج والزوجة. أما إذا كان التلقيح بغير ماء الزوج وبويضة الزوجة أو في رحم آخر فهو حرام، لأنه في حكم الزنا، وإن لم يكن زنا موجبا للحد، سواء أكان ذلك برضاهما أو بغير رضاهما. ولولا أن صورته تختلف عن صورة الزنا وهو اللقاء الجنسي المباشر لوجب فيه الحد، والله أعلم.